هنبدأ من عند أبرز مباريات اليوم وبالتحديد الجولة الثالثة اللي بتضم 16 لقاء. خلونا نستعرض لكم أبرز اللقاءات بل بكامل يعني مبارياتها وتفاصيلها. البداية من موزمبيق وإسواتيني الساعة 7 مساء، زامبيا على موعد مع تشاد الساعة 7، غينيا الاستوائية في نفس الموعد مع ليبيريا، مدغشقر مع جامبيا، أوغندا مع موريتانيا، نيجيريا مع ليبيا، وكل هذه اللقاءات الساعة 7 مساء. بنين مع رواندا، الكاميرون مع كينيا، جنوب افريقيا مع الكونغو، السنغال مع ملاوي، مالي مع غينيا بيساو، ساحل العاج على موعد مع سيراليون، انغولا بتستضيف النيجر، الجابون بيستضيف لوسوتو، تونس مع جزر القمر، ومنتخبنا الوطني على موعد مع موريتانيا الساعه 7 مساء باستاد القاهره. والبدايه من عند منتخبنا الوطني، زي ما قلت لحضراتكم عنده مواجهه مهمه جدا الساعه 7 مساء امام موريتانيا.